عقد مجلس النواب جلسته 16 من دور الانعقاد الحالي برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينر رئيسة المجلس. في مستهل الجلسة هنأت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينر رئيسة المجلس السادة الأعضاء والأمانة العامة بمناسبة الحصول على شهادة آيزو في الجودة، والتي تؤكد الحرص على الارتقاء بالعمل البرلماني لخدمة الوطن والمواطنين ودعما للمسيرة التنموية الشاملة بقيادة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، والسعي المتواصل لأداء العمل التشريعي والرقابي بكل كفاءة واقتدار وفق النصوص الدستورية والتشريعية، ومؤكدا معاليه الدعم النيابي للأمانة العامة وما تسخر به من كفاءات شابة وطاقات بحرينية وخبرات متخصصة، ومتمنية بأن تكون هذه الشهادة حافزا لمضاعفة العمل والإنجاز بكل إخلاص وتفان والعمل بروح الفريق الواحد ضمن فريق البحرين. خلال الجلسة استعرض المجلس الرسائل الواردة من الحكومة بالإضافة إلى الردود الوزارية على الأسئلة النيابية. بعدها انتقل المجلس لمناقشة تقارير اللجان البرلمانية بخصوص المشاريع بقانون والمنظورة أمام اللجان، بالإضافة إلى تقارير اللجان البرلمانية بخصوص الاقتراحات بقانون والاقتراحات برغبة.